موقف مصر كان واضح في هذا الإطار. هو السؤال هنا إلى أي مدى يستطيع هذا التنسيق والتقارب المصري الأمريكي في المواقف في إحداث الهدنة المطلوبة بالفعل، خصوصا أنه يبدو في الأفق، ويبدو دي مش اجتهاد مني، ده يبدو أنه خلاص يعني أصبح حقيقة أنه المفاوضات الإسرائيلية ليست جادة. الطرف المفاوض الإسرائيلي يبدو أنه ليس جاد في تحقيق الهدنة أو في تحقيق تقدم، بدليل أن كل الأطراف، أنا قلت لكم واحد، مصر طبعا على رأس الدول بتبذل جهود جبارة وخارقة، الولايات المتحدة الأمريكية هي بتتكلم لأول مرة عن إحداث هدنة بشكل واضح، قطر بتعمل مجهود، البيان الثلاثي اللي طلع من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أول امبارح وبيتكلم عن ضرورة إحداث وقف إطلاق نار، فالعالم كله الآن يتحدث في هذا الاتجاه إلا نتنياهو يبدو أن لديه رأي آخر. الأستاذ الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، مساء الخير وتحياتي يا دكتور طارق. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ تامر، تفضل يا فندم. إن شاء الله أكون بخير يا فندم. الله يخليك ويبارك في سيادتك، تفضل. دكتور، بصلة الدبلوماسية السياسية في العالم كله الآن تصب في اتجاه الهدنة، وزي ما انا قلت يبدو ان نتنياهو لديه رأي اخر، حتى انه المفاوضين الاسرائيليين، وده بشهادة بعض المصادر المقربة من المفاوضات، بيقولوا انه ما عندهمش حتى سلطة اتخاذ القرار او اتخاذ قرارات حاسمة اثناء التفاوض. هو خلينا نبدأ من النقطة الاخيرة اللي حضرتك اشرت اليها، زيارة وزير الخارجية الامريكي بلينكين، والزيارة جيدة في حد ذاتها، وبتؤكد على في إطارها الشكلي أنه هناك مساعي أمريكية لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق، مع التقدير أن هناك مصالح أمريكية كبرى تحكم أيضا مسار التحرك الأمريكي مرتبط بالداخل الأمريكي، وطبعا مؤتمر الحزب الديمقراطي المستمر لغاية يوم الخميس، ففي مكاسب ربما تجنيها هذه الإدارة الأمريكية إن نجحت في وقف إطلاق النار، ورسائل بمصداقية الدور الأمريكي في الإقليم ولمنع بطبيعة الحال تمدد المواجهة مع بين إيران حزب الله إسرائيل، وبالتالي في مكاسب ربما تجنيها الولايات المتحدة مما تقوم به، بالإضافة طبعا للدفاع عن أمن إسرائيل وحماية وجودها في الإقليم، على اعتبار أن قضية إسرائيل الآن أستاذ تامر أصبحت قضية وجود وليس قضية حدود يمكن الدفاع عنها. هناك مخاوف كبيرة في الدوائر الأمريكية لأنه ننظر لإسرائيل على أنها قضية داخلية لا صراع فيها أو تجاذب بين الديمقراطيين والجمهوريين، وبالتالي هنا نقطة مهمة في هذا السياق مرتبطة بالسعي الأمريكي. هم لا أريد أن أقول أن هم بيعملوا في الوقت الضائع، لأنه لا تزال هناك فرصة، الضغط على الجانب الإسرائيلي هو الأهم، ليس المهم أن يكون بلينكين جالس نتنياهو لمدة 3 ساعات أو 5 ساعات، هذا لا يهمنا، يهمنا ما طرح النتيجة. وما طرح كان من الواضح أنه هناك بعض الملاحظات الشكلية المهمة، أنه هو جالس رئيس الدولة وجالس رئيس الوزراء ولم يجلس فريق المفاوضين الذين فاوضوا في الدوحة، وهذه نقطة غاية في الأهمية. طبعا. من قبل بلينكين حضر في مجلس الحرب اللي حله رئيس الوزراء الإسرائيلي وانفرد بصناعة القرار الخاص بغزة في مجلس الحكومة المصغر، وبالتالي هو من المؤكد أنه استمع على برزنتيشن كامل أو عرضه رئيس الوزراء من زاويته أو من رؤيته أو من مقاربته الخاصة بالتحفظات التي أبدتها إسرائيل في 4 ملفات رئيسية: ترتيبات الأمنية في الممرات، ممر صلاح الدين، ممر نكسرين، ممر ديفيد، والمعبر معبر رفح. والملف الثاني هو العودة للقتال والمواجهة والعمليات العسكرية إن اقتضت الضرورة لهذا. والملف الثالث هو الأسرى طبعا الذين على قيد الحياة، لأنه في هناك عدد من الجسامين آخرهم اليوم، عدد من الجسامين الإسرائيليين المحتجزين قتلوا في عملية أمنية استخباراتية فشل أمن بها إسرائيل اليوم. وبالتالي أعتقد كل هذه الملفات بالإضافة إلى ملفها الخاص بإجراءات بناء الثقة والانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، يعني يبقى فيه انتقال والتعهدات الأمنية كما تعلم حضرتك، هذا كل ما تم طرحه بطبيعة الحال بين بلينكين ونتنياهو. وهو أكد بلينكين في القاهرة أن إسرائيل تجاوبت مع المقترح الأمريكي، لكن السؤال أي مقترح؟ لدينا 3 مقترحات، مقترح اللي هو في مايو والمقترح في يوليو اللي فرق بينهم 3 أيام تقريبا أو 4 أيام، ثم المسودة التي تم مناقشتها في الدوحة،
ثم ما أتى به ولم يعلنوا فيه إسرائيل خلال الساعات الأخيرة. أيوة. وبالتالي هم طلبوا حماس بهذا، وحماس ردت أنها ملتزمة بالنص الأصل بصرف النظر عما دار في المسودات الأخرى. مفهوم. وبالتالي حماس تحفظت، تحفظها معناه ليس رفضا، بمعنى أنه ربما ستكون هناك تحركات أخرى ستتضح خلال الساعات المقبلة في الدوحة، لأنه هو من القاهرة للدوحة تبقى فيه ترتيبات، لكن المؤكد أن فرق المفاوضات ستعود خلال الساعات المقبلة، لأنه كان مرتب أن يكون في القاهرة خلال نهاية الأسبوع، والفرصة كاملة لا تزال في تقديري وفي تفاؤل بحذر لاستكمال المفاوضات ومحاولة سد الثغرات بالفعل اللي أبدتها إسرائيل. وأنا أعتقد أنه مزيد من القتلى من المحتجزين سيمثل ضغطا كبيرا على نتنياهو، لأن اليوم في تظاهرات في إسرائيل مساء اليوم كبيرة طبعا بتؤكد هذا، وبالتالي هيبقى في متغيرات على المستويين. طيب سؤال هنا بناء على إشارة حضرتك أشرتها في معرض حديثك، هل هناك اختلاف ما بين نتنياهو وما بين فريق التفاوض الإسرائيلي؟ يعني هل هما الاثنين على نفس الخط؟ هل نتنياهو أبلغ هؤلاء بمقارباته وجهة نظره وشروطه وبالتالي هم يحاولون تحقيقها بقدر كبير، ولا نتنياهو يرسل المفاوضين من أجل التفاوض ومن أجل الجلوس لكن نتنياهو وحده هو الذي يملك القرار؟ هي خلافات مهنية أستاذ تامر قولا واحدا، بمعنى الخلافات المهنية بين قادة الأجهزة وبين نتنياهو، يعني الخلافات متعلقة لأنه في تمثيل لجهاز الأمن الداخلي شباك، واللي هو أمان أيضا الاستخبارات العسكرية، وأيضا ممثل الجيش وممثل مستشار الأمن لنتنياهو، ممثل الأمن والاستخبارات، فكل دول بيشاركوا في المفاوضات تحت الوفد الإسرائيلي أو مسمى الوفد الإسرائيلي. تمام. كل طرف من الأطراف حضرتك ليه وجهات نظر مختلفة عن الآخر. طب هو ده ينفع يا دكتور؟ هو ينفع لاعتبارات متعلقة، الملف معقد للغاية. لا مش قصدي أنا، لا أنا قصدي من حيث المنهجية العمل، أنا مش بتكلم دلوقتي على وضعية مصر ولا وضعية إسرائيل ولا وضعية فلسطين، بصفة عامة عشان المشاهد برضو معنا البعيد شوية عن الدوائر السياسية، كمنهجية الحوار لما يكون في مفاوضات ودولة بتبعت وفد تفاوضي، على الأقل الوفد ده أيا كان الجهات اللي بيمثلها بأفراده، على الأقل بيبقى فيه زي بريزنتيشن كده، يا جماعة إحنا رايحين عندنا محددات كذا، عندنا شروط كذا، عندنا خطوط حمراء مش هنطلع براها كذا، والكل بيتفق على هذه المحددات، نلعب في اطارها، لكن على الاقل يبقى فيه ما يشبه الاتفاق الجماعي للوفد على منهج، لكن يبدو ان ده مش حاصل في الوفد الاسرائيلي. هو ده الاساس اللي حضرتك لاي وفد تفاوضي باسم الدوله بقى باسم اسرائيل مشكلة؟ او باسم كيان دوله الاحتلال، لكن هو بالفعل هناك حالة انقسام وعدم ثقة ما بين قادة الأجهزة والأجهزة قادتها ومسؤوليها في حالات إخفاق في مسرح العمليات، وبالتالي حفاظا على ما يمكن أن يجمع ما بين هذه الجهات الممثلة، لابد أن نسلم أن هناك دولة مأزومة وهناك خلافات عديدة وكثيرة داخل هذا الكيان، وبالتالي كل طرف من قادة الأجهزة، طبعا أذكر حضرتك رئيس الاستخبارات العسكرية أمان سبق وأن قدم سألته وتم تعيين غيره، وفي قادة كثير طبعا خلال الأربع شهور الماضية استمر حصل تغيير كبير صح. في هيكل الجيش الإسرائيلي صحيح. ففي عدم ثقة ما بين الجميع، ثم الخلافات والخلافات السياسية شيء آخر، فنتنياهو يتدخل في بعض التفاصيل المزعجة ويريد أن يؤكد حضوره بصورة أو أخرى، وبالتالي انعكس هذا على آلية التفاوض وعلى ما يمكن أن يتم الاتفاق بشأنه. طيب انفراد نتنياهو بالقرار فيما يتعلق بمجلس الحرب، حضرتك تفضلت وقلت أن هو خلاص فض مجلس الحرب وأصبح هو الوحيد المتحكم في هذه القرارات بنفسه، مش ده يضع أزمة أخرى في الداخل الإسرائيلي؟ ده رقم واحد. وعلى الجانب الثاني دي إشارة من نتنياهو إن أنا الوحيد صاحب القرار، يعني بالتالي إذا كنتوا عايزين تفاوضوا أو عايزين تاخدوا حاجات يبقى من خلالي أنا بس. هو هقول لحضرتك، هو طبعا النقطة المركزية هنا هو إنه في بعد حل مجلس الحرب حضرتك تم التفويض لمجلس الحكومة المصغر اللي هو بيضم مجموعة عسكرية وبيضم مجموعة سياسية، وبالتالي الفوتينج أو التصويت حضرتك بيتم بالأغلبية مع ترجيح شخصين نتنياهو واثنين من المستشارين بتوعه، وبالتالي القرار هنا بيصدر في المجلس الأمن المصغر إما بالاستمرار في المفاوضات أو توقفه. تمام. بل في الصلاحيات والتفويض حضرتك بإمكانية التفاوض على ملفات مفتوحة أو صلاحيات كبيرة أو صلاحيات محدودة، كل مصطلح ليه معناه بالنسبة
للمفاوضين. عشان كده بعض المفاوضين كانوا اشتكوا بصوره كبيره انه في اثناء الجلسات بيخرجوا يدوا تعليمات مباشره للمكتب والمستشار الامني، فده جزء حتى يؤكد على انه ما فيش ثقه في المفاوضين في حاله من الاخفاق. ما فيش ثقه في المفاوضين الاسرائيليين، وهو يخشى من دخول مواجهه معاهم، وطبعا ده مصدر للاعلام في اسرائيل وللاجهزه المختلفه. وزي ما قلت لحضرتك في حاله تازم في الدوله باكملها، هذا التازم انعكس على المفاوضات وانعكس على مسار العمليات العسكريه. بغض النظر عن نتنياهو وسموتريتش وبنجفير، هذا التيار يعني اللي احنا عارفين فكره وعارفين كيف يدير القصه الان، الداخل الاسرائيلي بصفه عامه سواء المجتمع، الاعلام، الراي العام، الصحافه، هل هم مع استمرار الحرب واستمرار الاباده اللي بتحصل للفلسطينيين، ولا مع التهدئه والهدنه حتى على الاقل من اجل عوده اسراهم؟ حضرتك استاذ سامر، انت امام شعبين وقدام كيانين وقدام دولتين يعني. وبالتالي المجتمع الاسرائيلي وكيان دوله الاحتلال انقسم الى الشعبين، شعب مؤيد وشعب معارض. لكن استطلاعات الراي الاخيره في اسرائيل اللي بتعملها مراكز الابحاث وخصوصا الاي ان اس اس، ده مركز دراسات الامن القومي ومركز ارتزيليا، دول اكبر مراكز في اسرائيل وفيها جنرالات كبار وساسه كبار جدا، يؤكدوا ان 80% اخر استطلاع اتعمل من كام يوم، 80% من المجتمع الاسرائيلي عايز الحرب. فبالتالي مش صحيح 80% من المجتمع الاسرائيلي عايز الحرب واستكمال الحرب والمواجهه، وينظروا الى الموضوع على انه قضيه وجود للدوله العبريه وليس مجرد حدود يمكن الدفاع عنها. وبالتالي الدوله اللي ما كملتش 100 سنه في الاقليم لازم تصل الى ال 100 سنه. وبالتالي صراع المجتمع الاسرائيلي الان ليس على قضيه محتجزين او تظاهرات او ما الى ذلك، ونتنياهو يصدر هذا الى المجتمع الاسرائيلي والجمهور الاسرائيلي. هو بيغذي الفكر ده. لن نكون في الاقليم، لن نعيش، لن يكون لنا وجود في الشرق الاوسط اذا لم نستكمل المواجهة العسكرية. وبالتالي في نزعة عسكرية مهمة وخطيرة صعبة في الجيش. طب اللي مع ناسف يا دكتور طارق المقاطعة، بس اللي حضرتك تفضلت بيه دي نقطة مهمة جدا جدا، ما هو ده يصعب جدا الوصول الى هدنة او وقف اطلاق نار اذا كان التيار الحاكم في اسرائيل بيفكر كده، وغالبية المجتمع كمان بيدفع في هذا الاتجاه. يعني حتى رئيس الحكومة لما يحب يكمل الحرب هو بيثق انه مدعوم كده بغالبية المجتمع الاسرائيلي، فبالتالي مش هياخد قرار التهدئة ولا الهدنة. هو لا يريد الحرب في غزة. الحرب في غزة استاذ سامر انتهت، وما يجري الان مجرد تمشيط لعمليات وتدخلات في مناطق وفق لمعلومات الوحدات الاستخباراتية البريطانية الامريكية الاسرائيلية. يعني عمليات الملاحقة والمتابعة واستهداف منشآت مدنية ومدارس ومستشفيات بتتم، لكن العمليات العسكرية الكبرى انتهت. طب ماذا عن التالي؟ التالي هو الشمال. يعني امس جالس رئيس وزير الدفاع الاسرائيلي ورئيس الاركان وعدد من القاده الفرقه 36 المسؤوله عن العمليات في الجليل وفي الشمال، واكد على انه اسرائيل ستدخل في مواجهه عسكريه، وهذه التصريحات اليوم موجوده في وسائل الاعلام المختلفه. يؤكد ان هناك نزعه عسكريه متصاعده في توجه كبير في اعاده ترتيب للجبهات في مخاطر كبيره، وبالتالي تتطلب استمرار اسرائيل في العمليه العسكريه. ونتنياهو يقول لجمهوره حضرتك اننا نحن نحارب على 7 جبهات، هذه ال7 جبهات تمثل خطر على بقاء الدوله، واننا لن يكون لنا وجود في الاقليم باكمله. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمه وهذا التحليل الوافي الاستاذ الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم.